كنت أنا أول واحدة مقربة فيه. هم بيقدروا جداً الفن الجيد والأداء الجيد، فأنا بشجع ده جداً. بنشوفك قد ايه بتحبي الافلام، قد ايه بتحبي السعوديه، كانك ما بتقفي ولا مهرجان. الحقيقه المهرجان ده كنت انا اول واحده مقرمه فيه، فيعني دي ذكرى جميله وعزيز عليا عمري ما انساه، وبحس ان دايما عايزه اكون معاهم، وده شعور من قلبي، لان كمان هم بيقدروا جدا الفن الجيد والأداء الجيد، وكمان هم عندهم تطور وحوافز كتيرة جدا ان هم يحققوا احلامهم كسينمائيين، فانا بشجع ده جدا. خبرتك نحن ببيروت بنحضر لكم، بنحب كل افلامك القديمه والجديده ان شاء الله. يبقى في افلام جديده السنه دي. شو عندنا؟ في فيلم المقسوم، وفي فيلم كمان الشنب، ان شاء الله ده هيكون مشترك في دوره المهرجان الجونه. اشكرك.